ضم إلينا من أبو ظبي المدير العام لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الدكتور سلطان النعيمي. أهلا بك دكتور سلطان معنا على سكاي نيوز عربية، ونحن في هذه التغطية الخاصة تفصلنا فقط دقائق لوصول أول طائرة إسرائيلية تجارية إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي على متنها وفدين أمريكي وإسرائيلي، وسيجري مقابلات كثيرة في أبو ظبي واجتماعات كثيرة أيضا. دكتور سلطان، ما انطباعك الأول لهذه الرحلة التجارية الأولى؟ ما أفاقها؟ ما الذي سيدور حول هذه الاجتماعات أيضا خلال الأيام القادمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية تحية لك أستاذ ماجد والمشاهدين الكرام عبر سكاي نيوز عربية. يعني أعتقد أن الانطباع الأول اللي لابد أن نضعه في الحسبان فيما يتعلق بهذه الزيارة هو الانتقال حقيقة من حيثيات المعاهدة والحديث عن المعاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية إلى الانتقال للمراحل يعني التي تأخذنا باتجاه التطبيق العملي لهذه المعاهدة. يعني خلال الفترات السابقة كان هناك الحديث كثير، الحديث عن هذه المعاهدة، حيثياتها، كيف حصلت، كيف حدثت. هناك من يحاول المزايدة عليها ويحاول أنها يعني يتناسى كيف هو يوظف القضية الفلسطينية، ولكن نؤكد على أن هذه الزيارة لم تأتي إلا بعد أن كان هناك شرط رئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة بإيقاف ضم الأراضي الفلسطينية. الآن ننتقل من حيثيات هذه المعاهدة أستاذ ماجد إلى الانتقال لما بعد هذا المعاهدة، ما سوف يكون ومخرجات هذه المعاهدة. بالنظر إلى الفريق الزائر لدولة الإمارات نرى أنه له أبعاد، هناك أبعاد سياسية، هناك أبعاد اقتصادية، هناك مجالات أخرى التي لديها دور كبير جدا أستاذ ماجد. ولعلي أنا النقطة الرئيسية التي أريد أن يعني أشارك المشاهد فيها بأن الآن لم تعد العلاقات الدولية، لم تعد السياسة في العلاقات الدولية يعني تقف على القوة الخشنة. هناك مجالات كبيرة جدا في مسألة التأثير على السياسة الخارجية للدول، فيأتي الاقتصاد، يأتي المعرفة، تأتي التكنولوجيا لتلعب دورها كبير جدا في تحقيق ذلك الترابط الأكثر يعني عمقا في مسألة الدول وعلاقاتها. لا شك أن هذا الأمر سوف ينعكس على السياسة الخارجية وعلى مسألة التعاطي مع القضايا. فنضع في الحسبان أن هذه الزيارة بوجود الوفد وتنوع هذا الوفد من تجاري وسياحة وغيره، هذا يعطي دلالات واضحة على أن دولة الإمارات تمضي قدما في مسألة النظر إلى هذه المعاهدة على أنها جزء رئيس من الأدوات الموجودة والمطروحة والتي لابد من توظيفها لتنعكس على القضية الفلسطينية والسير قدما لوجود الحلول المناسبة لهذا الأمر بدل هذه القطيعة التي استمرت لسنوات كثيرة. أولئك المزايدين على القضية الفلسطينية، وما الذي حدث؟ كان هناك تآكل مستمر للأراضي الفلسطينية، فجاءت المبادرة الإماراتية، جاءت هذه المعاهدة بشرط رئيسي ألا وهو وقف الضم، ومن ثم ننتقل مثل ما أشرت لك سال ماجد من حيثيات هذه المعاهدة إلى البدء في الاستفادة من هذه المعاهدة، والذي سينعكس لا شك وقادم الأيام سيثبت هذا الشيء في يعني على المضي قدما في القضية الإماراتية المستمرة في دعم القضية الفلسطينية وليس التنازل عنها. طيب دكتور سلطان، هذا بعد السياسي الأكبر اليوم سأسألك عنه، وبالطبع سنعرج إلى المسألة الاقتصادية التي ممكن أن تكون أهم للمنطقة خصوصا في هذا التوقيت. لكن دكتور سلطان، هذه المسألة هي يعني اليوم يتعرف الإسرائيليون الذين كان لديهم أفكار مسبقة عن العرب والمسلمين، يتعرفون اليوم على الشعب الإماراتي، على من يقيم على دولة الإمارات، وهي ربما تكون يعني الدولة الأكثر نجاحا في المنطقة العربية وفي الشرق الأوسط. هذا التعرف هل ممكن أن يفتح شهية الجانب الإسرائيلي لسلام أكثر، لانفتاح أكثر، لأفكار ربما كانت غير مقبولة من ذي قبل أيضا؟ صحيح.
يعني في الداخل الإماراتي أستاذ ماجد والجميع يعرف، يعني لدينا أكثر من 200 جنسية موجودة في دولة الإمارات، يعني تعيش تحت مظلة من التعايش السلمي، مظلة من القوانين اللي موجودة في الدولة التي يعني تسير الأمور وفق هذه القوانين، وقبل ذلك قبول الشخصية الإماراتية للآخر. جميع الجنسيات الموجودة متعايشة في هذه الأرض الطيبة، هناك نوع من التعايش الكبير الذي ينعكس على حتى يعني لو ننظر إلى مسألة استطلاعات الرأي وغيرها، أن هناك الكثير من يتمنى ومن الشباب العربي أن يتمنى أن يعيش على هذه الأرض الطيبة، وهو امتداد لهذه الشخصية الإماراتية بما تحمله من عادات وتقاليد، من تحمله من الدين الإسلامي السمح، وكذلك الإرث الذي ورثه الشخصية الإماراتية من الشيخ زايد طيب الله دره. إذن يعني الخطوة هذه تعطي نوع من المساحة، وأنا أتحدث هنا عن بعض القوى الناعمة الموجودة، حينما يأتي البعض سواء من الطرفين يقول أن الطرف الآخر معادي لك، الطرف الآخر يتمنى زوالك، فتأتي هذه الخطوات، يأتي هذا التعايش ليس على الجانب السياسي وإنما كما تفضلت أستاذ ماجد على الجانب الشعبي، يبدأ هذا الأمر ينعكس إيجابا على الداخل الإسرائيلي، فينعكس على الحكومة الإسرائيلية في مسألة التعاطي مع القضية الفلسطينية، وإعطاء إشارات ودلالات قوية أن المحيط الإسرائيلي فيما يتعلق في الدول العربية والعالم العربي هو قادر على أن التعايش بسلمية مع هذا الشعب، وبالتالي أين هناك المانع في مسألة تحقيق الحراك صحيح في القضية الفلسطينية والوصول إلى الحكومة؟ نعم الجانب الشعبي جدا مهم سيد ماجد، الجانب الشعبي ليس على الشعوب ودولها فقط، وإنما ينعكس كذلك على العلاقات الدولية وممارسة هذه الشعوب ضغوطها على هذه الدول وعلى حكوماتها لمسألة تحقيق التعايش. واعتقد أن دولة الإمارات نموذج مثالي جدا، وقادر على أن قادر وهو في الأساس يقوم بهذا الأمر في نشر هذه ثقافة التسامح الموجودة في دولة الإمارات، وبالتالي على توزيعها ونشرها في العالم ككل، وأن تكون إسرائيل جزء من هذا العالم الذي شئنا ما بينه هو جزء موجود، ولكن كيف يمكن أن يكون بجزء متعايش مع الحفاظ على القضية الفلسطينية وعلى حقوق الشعب الفلسطيني بعيدا على المزايدات السياسية للبعض. طيب دكتور سلطان، الجانب الاقتصادي هو ربما يكون الأهم، يعني هناك تطور تقني ويعني أمني هائل لدى الجانب الإسرائيلي، هناك تطور في مسألة البناء، التطوير، الأفكار، الإبداع، حتى مسألة إعادة التصدير لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. هذه العلاقة كيف ممكن أن يستفيد منها الجانبين، وكيف ممكن لدول المنطقة الاستفادة منها أيضا؟ يعني كما تعلم أستاذ ماجد والمشاهدين الكرام أن دولة الإمارات دائما ما تسعى إلى المصاف الأولى في الدول المتقدمة، هناك يعني رسائل واضحة من القيادة في دولة الإمارات بضرورة المضي قدما في يعني الاستفادة من جميع الجوانب بما يتعلق بالتكنولوجيا ووصولنا للفضاء، المسبار الأمل وغيرها، هذه دلالات واضحة على أن دولة الإمارات سوف تسعى وسوف تمضي في هذا المسار وفي هذا النهج. الآن هناك معاهدة سلام بين دولة الإمارات وما بين إسرائيل، هناك مجالات كبيرة جدا في مسألة تحقيق يعني تعاون اقتصادي، تعاون صحي، تعاون فيما يتعلق بالتكنولوجيا. هذا الأمر يعني يجب على المشاهد الكريم أن يدرك أن هذه المعاهدة ليست هي التي سوف تفتح المجال لدولة الإمارات لتقديمها كنموذج ويعني تمضي قدما في مسألة المساعدات للدول العربية والشراكات الموجودة. دولة الإمارات منذ تأسيسها وقبل تأسيسها كذلك كانت عونا للدول العربية وقضية الفلسطينية كذلك. الآن حينما تكون هناك دول متقدمة في التكنولوجيا وغيرها، ونتحدث الآن عن إسرائيل على سبيل المثال، لماذا لا يتم الاستفادة من هذه التكنولوجيا؟ هل فقط لدولة الإمارات؟ لا، وإنما نتحدث على أن دولة الإمارات كانت وسوف تكون عون للشباب العربي. لا نذهب بعيدا عن ما يعانيه الشباب العربي في هذه الفترة، العالم العربي عالم شاب، هناك نسبة كبيرة من الشباب لابد من البحث والسعي
للوصول إلى العلوم المتقدمة والتكنولوجيا المتقدمة، ولا بد من مسايرتها واللحاق بها. فمثل هذه اتخذها دولة الإمارات استفادة ثنائية، ولكن لا تقتصر على الاستفادة الثنائية، فدولة الإمارات كانت دائما عونا للدول العربية وعونا للقضية الفلسطينية، وسيثبت وستثبت قادم الأيام أن دولة الإمارات لا توظفها توظيفا سياسيا ولا تزايد على القضية الفلسطينية. طيب. بل هي عونا لها، وسوف توظف الأدوات هذه في خدمة القضية الفلسطينية. طيب دكتور سلطان، سأختم معك بهذا السؤال. الجانب الإماراتي أوضح، قال هذه معاهدة السلام هي غير موجهة، وهو قال بشكل رسمي وقاطع أنها غير موجهة لا لإيران ولا لأي طرف آخر، حتى عندما تم التشكيك في هذه المسألة بأن هناك معاهدات أمنية، خرج طرف من وزارة الخارجية الإماراتية قال لا يوجد معاهدات أمنية مع إسرائيل إلى الآن. إلى أي مدى هذا يرسل تطمين للمنطقة حتى للجانب الإيراني عن طبيعة معاهدة السلام، ما تروي الإمارات فعله من جانب اقتصادي وتجاري وتقني فقط مع الجانب الإسرائيلي؟ طبعا أولا أستاذ ماجد، لا بد أن نضع في الحسبان، دولة الإمارات دولة ذات سيادة ولديها قرارها السيادي التي تتخذه في المنحة الذي يعني يمضي في مسألة خدمة مصالحها وخدمة مصالح محيطها. حينما تكون هذه المعاهدة موجهة، دعني أقول لك إذا كانت موجهة فهي موجهة إلى تحقيق السلم والاستقرار في المنطقة، إلى السعي إلى خلق أدوات جديدة للبعد عن مسألة الصراعات والخلق وخلق فرص جديدة لمسألة التعاون. فالإمارات ونلاحظ يعني الأمر واضح جدا أن مسألة هذه المعاهدة هي وأعلنت عنها دولة الإمارات صراحة بأنها سوف تتدرج في مسألة التعاطي مع هذه المعاهدة، البحث عن الجوانب الإيجابية، وليس مسألة أنها معاهدة قد تم توقيعها لموجهة لدولة دون أخرى. أنا باعتقادي أن يجب على هذه الدول التي تتوجس من هذا الموضوع أن تعود لنفسها وترى لماذا هذه المعاهدة تنظر لها على أنها هاجس. هل هي هذه الدول تقوم بممارسات سيئة في المنطقة فتجد من هذه المعاهدة موجهة لها؟ نحن نقول أن دولة الإمارات هذه المعاهدة سوف تكون متدرجة، هو حق سيادي لدولة الإمارات تتدرج للاستفادة من العديد من الجوانب ولا سيما الاقتصادية والصحية وغيرها من هذه الأمور، وسوف إذا كانت موجهة فأقولها بصوت عالي وأقولها بثقة أنها سوف تكون موجهة لصالح المنطقة ولصالح القضية الفلسطينية، ولن تكون موجهة إضراراً بالآخرين، بل يجب على الآخرين أن ينظروا إلى أنفسهم ويجدون لماذا مثل هذه المعاهدات تعتبر تهديد لهم. إذن يمكن نقول أنهم بممارساتهم الخاطئة في المنطقة لذلك هم يتوجسون من بعض المعاهدات التي هي في واقع الأمر حق سيادي لأي دولة، ودولة الإمارات تمارس سيادتها وبكل أريحية وبكل ثقة التي تمضي في دعم القضية الفلسطينية ودعم المنطقة العربية بكل ما موجود من ناحية التقنية والتقدم في الجانب العلمي والعملي. أشكرك جزيلا من أبوظبي المدير العام لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية دكتور سلطان نعيمي، شكرا جزيلا لك دكتور.